حاجة كمان مشكلة جدا انتشرت في المجتمع، ان بعض النساء بتجبر على الجماع بطرق معينة الى حد ما بيحرم في الدين او ممنوع في الدين، اللي احنا دلوقتي في المجتمع المدني بنقول عليها الاغتصاب، الاغتصاب الزوجي. ده موجود، نبقى احنا بنعملين زي النعامة لو حطينا راسنا في الارض وقلنا ده مش موجود. لا موجود، 90% من الحالات الموجودة في المحاكم بتقول كده، الاغتصاب الزوجي. الاغتصاب الزوجي ان هي بتتم معاشرتها بطريقة الى حد ما فيها عنف. كمان في او انها مش عايزة، لا هي بتبقى عايزة بس في بفعل بفعل بص، ده فكرة الحلال والحرام. هي ما تقدرش تمنع نفسها ان ده حقه الشرعي، ولكن إيه؟ لا انا اعترض. ولكن انا قصدي انا اعترض، يعني قلت مفيش حاجه اسمها ان الست تكون مش عايزه وده حق الشرع. قلت ما انا قلت مش عايزه دي معناها ان دي بني ادم، مش عايزه يبقى بني ادم مش ماشين يعني. مش فاكره ده في بيبقى في بغض، بس انت بتبقى بتاخد حقك ده ازاي؟ هي الفكره ان انت القضاء لا بس هو دينيا فعلا. لا معلش، الحديث ده عليه كلام ومش لا معلش، الحديث حاجات مؤكده شرعا. لا ثواني، الحديث ده ضعيف واحنا بنتكلم فيها. الحديث ده ضعيف. طيب انا بس مش عايز اخش في جدل، مش عايز اخش في جدل ديني، مش عايز اخش في جدل ديني. ماشي اوكي شرعا، احنا بنتكلم ان في بعض النساء بتعرض بتم الضغط عليها بشكل او باخر عشان ياخد حقه بطريقه مش سليمه. طب النهارده القضاء بيقول لي ايه؟ لا لازم فعلا يكون اوتوماتيك ده حصل ويتم عرضك على الطب الشرعي. ازاي؟ هي بتبقى بالنيه او بالمحاوله، ولا ان انا ابتدي اوريدي عندي حاله. فكل الحاجات دي كلها بتوصلها ايه؟ لا انا هرفع دعوه خلاص. طيب انا مش عايزه اطلق للضرر. طيب يبقى خلاصه كلامك اللي انت عايزه تقوليه انه الست بصفه عامه ما بتبقاش هي اللي عايزه تروح للطلاق، عمرها ما تخرب ايديها بايديها، بتبقى مجبرة على الحل ده لأنها استنفذت كل الوسائل للإبقاء على الزواج. حط فوق ده كله الخيانة الزوجية. مش عيب إن هو يروح يتجوز تاني، مش عيب. يا سلام إن هو يروح يتجوز تاني. بس ما ينفعش إن هو يروح. لا طب اتفضلوا أنتوا بقى التلاتة، اتفضلوا الرايح عشان الاستراحة. أنا معاك. لا أنا معاك. نعم أنا معاك. مش عيب إن هو يروح يتجوز. لا ثانية واحدة بس. بيعمل ده بنطاق الفرع. بص يا أستاذ إحنا قاعدين هنا فين؟ قاعدين في الاستوديو. لا في مصر يعني. تمام. كويس؟ وبنتكلم على ستات مصريات. تمام. فكلام اللي هو الموز باللبن ده ما بيمشيش. لا ده مش موز باللبن. وحياتك موز باللبن. ده شرع. واللي يقول غير كده ايوه على فكره ده الشرع. يا جماعه بس هاتي لي ست. تمام. توافق ان جوزها يتجوز عليها ده الست تقول لك يخوني وبيجي يترمي في الاخر جنبك. لا لو هو اوريدي هي قايمه بواجباتها الشرعيه ومش مخليها عايز حاجه. وهو لما لكن النهارده انت عندك ازمه، الست تقول لك ايه؟ تعالى بقى بحقه حقيقي، تقول لك تطلقي ولا يروح يتجوز عليكي. اقسم بالله العظيم هتطلق. لا تطلق. انت تقولي كده. لا كل الستات اللي عندها كرامه تقول كده. احنا مش هنحول موضوع لجدل. اي ست عندها كرامه هتطلق. بتجيلنا حالات في المؤسسه بتقول لك كده. احنا بنتكلم يا استاذ ده ليس كل الستات يطلقني. لا كل قاعده شواذ. ده قله شواذ القاعده ليس كل. لا جميل. طبعا يعني النهارده يا استاذه لو سالتي اي ست في مكتبك وفي جامعتك لو سالتي اي ست تقولي لها جوزك يتجوز عليكي ولا يخونك؟ لا بس احنا لك يخونني وهيجي يترمي جنبي على السرير. لا يا جماعه، ولا يتجوز عليا ولا يخونني. ما ننكرش يا استاذ تامر. لا ولا يتجوز عليا ولا يخونني. لا يا دكتور بتيجي تقول احنا ما ننكرش ان في نماذج في المجتمع متزوج من واحده واثنين وثلاثه. فيش ست بتقبل بداية اذا كانت قالت لي حيله. لا في هم الشواذ الاصل في الاسلام التعدد. بس احنا لو هنتكلم على العام فهي اكيد هتبقى ما بتحبش ادعموني نفسيا واجتماعيا وقولي لي اقدر اعمل ايه علشان ما ابتديش. طيب. يبص قولي بس اسمع رايك.